السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناتي أطيب الوصفات مع نوفا كيتشن. شرفتوني ونورتوني. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الديسباسيتو، نشتريه من محلات غالي رغم إن احنا نقدر نعمله بيضة واحدة. أول حاجة إن شاء الله هنجيب القوالب الديسباسيتو دي من محل أدوات المنزلية، متوفرة مش متوفرة، نقدر نعمله بايركس. معانا بيضة واحدة ومعانا نص كوباية سكر بودر ونص كوباية طحين وربع كوباية حليب ومعلقتين كبار زبدة على زيت ومعلقتين كبار برضو كاكاو خام وفانيليا معلقة صغيرة، بيكنج بودر معلقة صغيرة. أول حاجة بنضربها البيضة مع الفانيليا مع الزيت والسكر، نضربهم كويس وبعدين بنضيف الحليب وباقي المكونات. حكيت اذا مش متوفر عندنا القوالب نقدر نعمله في بايركس زي ما حكينا. القوالب بنحطها الاول في صينية عشان نتحكم ونقدر نحركها ونكون مطمنين عليها. نزلت بالحليب وبدوب برضو والطحين والكاكاو والبيكنج باودر، بخلط المقادير كويس بتكون لينة معانا. هو ده المظبوط. بنحط المقدار للربع وأقل من الربع عشان بتزيد معانا. هنا ما شاء الله الخليط ده المظبوط، تقدر تضاعف الكمية، يعمل معاكي 5 قوالب ديسباسيتو او في البايركس زي ما حكينا. طبعا بنسخن الفرن درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص لمدة 20 دقيقة. بتطلع معانا مظبوطة 100%. طبعا بنقلب بنلمس الخليط من فوق لانه متماسك، احنا ما بنشغلش الشواية على اي كيك، بنلمس الخليط بنلاقيه متماسك وبقى مظبوط. تمام، بنطلعه برضو بنختبره بخلة او بسكينة. بنجهز الكيك وبنطلعه. نعمل الطبقة التانية بقى اللي هي جناش الشوكولاتة. جناش الشوكولاتة بتعمل بنص كوباية حليب ساخن عليها كوباية شوكولاتة، بندوبها تدويب صح ما يكونش فيها كتل. انا فضل معايا كتل شوكولاتة بس يعني صغيرة، بتدي برضو طعم جميل، انا بحب طعمها لما بتكون فيها كتل صغيرة كده، وبرضو اذا مش واذا دابت كويس برضو الطعم ممتاز. بنجيب الكيك ونخرمه كده بخلة علشان نسقيه بنص كاسة حليب معاها معلقات نسكافيه، النسكافيه اللي هو سريع الذوبان، او بنضيف معلقات كاكاو. نسقي الخليط وبنبتدي نجهز الطبقة الجبارة اللي كل الناس بتروح تشتري الديسباسيتو عشان الطبقة الرهيبة دي. الديسباسيتو من أجمل وأطيب الأطعمة، والناس بتحب تشتريها، بس والله بيضة واحدة تقدري تعملي قلبين ديسباسيتو من أجمل الأطعمة. هنا معايا كوباية كريمة عليها كوباية حليب بارد، كريمة خام. انا كل الكريمة اللي بشتغل بيها كريمة خام اللي هي بدون اضافات، اللي بيكون شاريينه من السوبر ماركت عليه اضافة السكر، وبصراحة بتبقى مكلفة، وتقدري من مستلزمات الحلواني تجيبي يعني كمية وهتستفادي بيها، انه بتاخدي كميات منها وبيفضل الباقي عندك، ممتازة وموفرة. نضرب الكريمة وبننزل عليها بالشوكولاتة ومعلقتين نوتيلا.
النوتيلا في بدايل ليها بس برضو جودة تكون كويسة عشان تديك الطعم اللي انت عايزاه. في أطعمة تانية بديلة بقولك للنوتيلا تقدري تستعمليها، حطيت الشوكولاتة ومعلقتين النوتيلا وبضرب الخليط. الخليط عندي اكتر من المقدار اللي انا عملته، لان عندي بواقي كيك انا مش حابة ارميها، اقدر استفاد منها احطها في كاسات واحط عليها باقي الخليط ده، بتبقى طعمها جميل جدا، فما فيش حاجة بتترمي. ما تنسيش بقى وانتي بتتفرجي على الفيديو تعملي لايك واي كومنت لطيف كده، الوصفة جربتيها وعجبتك، هتجربيها، جربتيها ابعتيلي الصور وقوليلي عملت ايه معاكي. بحط هنا الخليط الكافي للقالب وبزين بقى براحتي. في ان شاء الله وصفات تانية جديدة بإذن الله بنزلها واحدة واحدة معاكو، وان شاء الله تستفادوا منها. اهم حاجة بقى تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل وصفة جديدة توصل لكم، ولايك. هنا معايا صوص شوكولاتة انا ضفته للتزيين، في فيديو تعريف عن نفسي انا منزلة برضو صور للديسباسيتو بتزيين مختلف، تقدري برضو تشوفيها، والافكار عندك انت براحتك، ما تزينيش، تقدري تاكليها كده. هنا شوكليت شيبس شوكولاتة وفانيليا بزينها بيها. الوصفة ممتازة يا جماعة وبيضة واحدة، وان شاء الله تستفادوا منها. ريري حبيبة قلبي، الديسباسيتو جاهز، نفذيه وبعتيه للصور. شرفتوني، واتمنى تدعم القناة بلايك، وباي باي.